هذا تكرير زيوت المطاعم وترجعها لنا ثاني مرة، صايرين زي الحيوانات عندهم. وهذا العامل ما شاء الله شغال، وهذا البراميل وهذا السيارة. وين وزارة التجارة؟ وين فوضى سيارات وشيء مؤسسة؟ هذا الزيت تقضي عليه في المطاعم، يعود يكرر ويرجع للمطاعم ثاني مرة. شيل، يلا غش، أنت في السعودية. ما شاء الله. هذه مؤسسة مرخص لها ولا تلفونها. هذا هو شاهر ظاهر في الشارع ولا عنده فحد، لا بلدية تجيه ولا وزارة التجارة. وهذا الشيخ الثاني يجيب التناك وموزينها شوي ولا يعبونها إلا بعد الساعة 2 عشان البلدية. إذا انتهى دوام البلدية قاموا يعبون في هالبراميل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا حق الأسماك. وهذا المطاعم عندهم وافرة في هذا. وهذا الملاحم والدنيا. وهذا هو جابها من جوا، عاد موزينها. ما يشتغلون إلا من 2:30 ورا عشان البلدية تسكر. تقلي يعيشون حيوانات. فخر شوية، تعال. هذا بقايا المطاعم.